السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هناخد مع بعض حرف جديد من حروفنا الأبجدية، وهو حرف الغين. بس قبل ما نتكلم عنه، عايزين نفتكر مع بعض كده ايه الحرف اللي كان قبل حرف الغين. حرف العين. برافو. يا ترى بقى ايه الفرق ما بينهم؟ حرف العين والغين اتنين اخوات، بس في فرق ما بينهم ان حرف الغين فيه نقطة صغيرة على راسه، لكن حرف العين ما عندوش. يلا نشوف بنكتبه ازاي. هيا يا أصدقائي لنكتب معا حرف الغين. نكتب حرف الغين هكذا. بنعمل راس الحرف صغيرة وجسمه كبير، وما ننساش النقطة. أحسنتم. يلا يا حبايبي نشوف مع بعض ازاي ممكن نكتب حرف الغين في اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة، وكمان نعرف شكله هو متصل وهو منفصل. عندنا حرف الغين اول شكل هنا، الشكل اللي اتعلمنا كتابته في الاول ده حرف الغين منفصل. يلا نشوف شكل الحرف في اول الكلمة. زي ما احنا شايفين حرف الغين بنعمل راسه وبيمد ايديه على السطر عشان يمسك بقية الحروف وياه. في وسط الكلمة بيتعمل شكل المثلث المقلوب كده، وبيمد ايديه من الناحية دي وبيمد ايديه من الناحية التانية عشان يمسك حروف من هنا وحروف من هنا ويكون كلمة. في آخر الكلمة بيكتب بالطريقة دي، بيمد ايديه من الناحية اللي فيها حروف قبله وبيكتب في الآخر. نشوف كلمة غزال. حرف الغين عندنا في أول الكلمة غزال، حرف الغين اتكتب ومد ايدينا مع السطر عشان يمسك بقية الحروف التانية. ببغاء. ببغاء حرف الغين مد ايديه من الناحية دي للحروف اللي قبله، ومد ايديه من الناحية التانية للحروف اللي بعده عشان يكون بالشكل ده. دماغ. حرف الغين منفصل عشان جاي قبله حرف من الحروف الرافصة. يلا نشوف مع بعض كمان غوريلا. حرف الغين في الأول. مغناطيس. حرف الغين في منتصف الكلمة. صمغ. حرف الغين في آخر الكلمة. يلا نشوف مع بعض يا حبايبي حرف الغين مع الحركات الأربعة. حد يفكرني بيهم يا ترى ايه هما؟ الفتحة والضمة والكسرة والسكون. برافو يا حبايبي. يلا نشوفهم مع حرف الغين هننطقهم ازاي. اول حركة معانا الفتحة. يلا نحط ايدينا فوق الرأس ونقول مع بعض غا غا غا. الضمة. يلا نضم ايدينا وشفايفنا ونقول مع بعض غو غو غو. الكسرة. يلا نحط ايدينا تحت الرأس ونقول مع بعض غي غي غي. اخر حركة وهي السكون، هنقف على الحرف ونقول غ غ غ. يلا نشوف كلمات على الحركات الاربعة، واول حركة معانا هي الفتحة. غ غزال غ غزال. تاني حركة ضمة. غو غراب غو غراب. ثالث حركة الكسرة. غي غطاء غي غطاء. يلا نشوف كلمة الغين عليها سكون. عندنا كلمة يغسل. غ يغسل. ودي حاجة كلنا بنعملها عشان نحافظ على نظافة ايدينا ونحافظ على صحتنا. يلا نشوف كمان كلمات تانية فيها حرف الغين. عندنا كلمة غواصة. غين غواصة. غين غواصة. غين غوريلا. غين غوريلا. غين صمغ. غين صمغ. غين مغناطيس. غين مغناطيس. ودلوقتي هنحل مع بعض تمارين الكتاب على حرف الغين صفحة 54 و55 و56. يلا نفتح الكتاب مع بعض ونطلع قلم ألوان. شوف مع بعض أول نشاط، عايزنا نلون حرف الغين. استمع وانطق ولون. عندنا حرف الغين، هنلون حرف الغين ونشوف كل غزال عليه حرف غين ونلونه. بعد كده نشاط رقم 2، عايزنا نوصل الغواصة للبحر. هنمشي مع السهم، وأول حاجة عندنا بعد السهم حرف الغين منفصل هنلونه. بعد كده عندنا يغني، فيها غين هنلونها. الغين المتصل هنلونها.
بعد كده عندنا كلمة مغناطيس، الصورة دي مغناطيس، كلمة مغناطيس فيها غين هنلونها. بعد كده عندنا دي صورة غزال، كلمة غزال فيها غين هنلونها. بعد كده صورة مغرفة، مغرفة فيها غين هنلونها. بعد كده عندنا الغين منفصل هنلونها. وبكده نكون وصلنا الغواصة للبحر. ننزل مع بعض النشاط رقم 3، صل حسب الصوت. أول صوت عندنا غ، غ، غسالة، غ، غزال. هنوصل الغين المفتوحة بغسالة وغزال. تاني صوت معانا غي، غي، غطاء، غي، غربان. هنوصل الغين المكسورة بغطاء وغربان. آخر صوت معانا الغين مضمومة غو، 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 غراب، غو، غصن. هنوصل الغين المضمومة بغراب وغصن. يلا نشوف مع بعض نشاط رقم 4، لون الصورة المناسبة للصوت بنفس اللون. أول صوت معانا غ، 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 غواصة، غ، غسالة، غ، غزال. هنلون كل دول باللون الأصفر. تاني صوت معانا غي، غي، غطاء. هنلون غطاء باللون الأزرق. تالت صوت غو، غو، غراب، غو، غصن. هنلونهم باللون الأخضر. نشاط رقم 5، عايزنا نقرأ ونرسم. عايزنا نرسم الصمغ على الورق. هنرسم مع بعض الورقة وجنبها قلم صمغ، وكده نكون رسمنا الصمغ على الورق. وهنشوف مع بعض شكله هيكون عامل ازاي. بعد كده عايزنا نرسم الخوخ على الغصن. هنرسم الغصن زي ما احنا شايفين صورته فوق هنا في الكتاب، وهنرسم عليه الخوخ وهنشوف شكله هيكون عامل ازاي. نشاط رقم 6، عايزنا نرسم دايرة حول حرف الغين. اول كلمة عندنا كلمة رزغ، رزغ. الرزغ ده يا حبايبي الجزء اللي بيربط كف الايد ببقيه ايدينا، الجزء اللي بعد كف الايد على طول. بعد كده عندنا كلمة غسالة، غسالة، غلام، غلام، لغة، لغة، يمضغ، يمضغ. هنعمل دايرة على حرف الغين في الكلمات اللي عندنا. بعد كده عندنا نشاط رقم 7، عايزنا نكتب حرف الغين منفصل وحرف الغين متصل. غ، غي، غو. هنكتب مع بعض. يلا ننزل على نشاط رقم 8، عايزنا نكتب الحرف الأول مع الضبط. أول صورة عندنا دي صورة غزال، غزال، غ، غزال. هنكتب غين وعليها فتحة. تاني صورة معانا صورة ايه يا حبايبي؟ غطاء. برافو. يا ترى بنكتب غي، غطاء، غ ولا غي ولا غو؟ غي. برافو. يبقى هنكتب غين تحتها كسرة، غي، غطاء. تالت صورة معانا غراب، غراب. بقول ايه؟ غو. برافو. يبقى هنرسم غين عليها ضمة. ننزل على نشاط رقم 9، عايزنا نكون كلمة. اول صورة دي عندنا صورة غصن، غصن. هو كتب لنا حرف النون، يا ترى ايه اللي ناقص حرف الغين وحرف الصاد؟ هنكتبهم ونكتب كلمة غصن على السطر زي ما احنا شايفين. تاني صورة هنا تحت الغصن صورة ظفر، ظفر. كتب لنا حرف الراء، باقي الظاء والفاء. هنكتب الظاء والفاء في المربعات ونكتبها على السطر. اخر كلمة عندنا هنا الصورة دي صورة نهر. هنكتب كده النون موجودة والراء موجودة، ناقص حرف الهاء. هنكتب الهاء ونكتب نهر. وبكده يا حلوين نكون خلصنا حرف الغين وحلينا كل تمريناته. يا رب تكونوا استفدتوا. كنا معكم من مدارس عبد الحميد للغات، قسم رياض الأطفال، المستوى الثاني.